بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: شاب أتى من الطائف للعمل بمكة لمدة أسبوع ولم يحرم من الميقات، فهل يجوز له الإحرام من داخل مكة وقضاء عمرة؟ إذا كان يوم ينزل من الطائف وهناوين العمرة ولكنه لم يحرم من الميقات فهذا لا يجوز له إلا أن يرجع إلى الطائف ويحرم من ميقات الطائف، الميقات اللي هو تعدى. أما إذا كان يوم ينزل من الطائف ما نوى عمرة لكن نوى بعد ذلك فهذا يحرم من التنعيم أو من الجعرانة أو من عرفة، من خارج الحرم يحرم من الحل.